اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحجاب، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انزل رحمة ومغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخنا، هدية إلى أرواح جميع أهل القبور كلارجا SMP SMK 1 كمانغان، مع أبيهم وأمهم وجدي وجدتي مع أولادهم ولهم وذريتهم ولبعض أجمعين. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وقبر عنهم السيئات وادخلهم الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأدخلهم جنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والضر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة وصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتأمين تحصنا. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. رب اختم لنا بحسن الخاتمة، رب اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا صراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.